كل شيء سلف تشيك ان في مطار ترودو. متجهين على المكسيك. ما قد فكرت انا وين تحط السترولر لما تدخل الطائره. عموري رايح المكسيك، انا دائما اسافر بحالنا فالوضع مختلف. هذا لو عندك كلب حط المخروج حقه. منطقه العاب الاطفال، طبعا تترك عربية الأطفال عند مدخل الطائرة. وإذا كنت مسافر من كندا وتملك الجواز الكندي أو الإقامة الدائمة PR فلا تحتاج إلى فيزا لدخول المكسيك. وصلنا بسلامة الله مطار مكسيكو سيتي، كبير مطار مكسيك. أسمع الطرب، أهلا بكم في سيودات دي مكسيكو، العاصمة المكسيك، واحدة من أكبر التجمعات الحضرية في العالم، مكتظة بالسكان. طبعا معروفة مكسيكو العاصمة أنها واحدة من أكثر المدن ازدحاما بالسكان. البلد هذه حية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الشوارع مزحومة، المحلات مزحومة، الباص مزحوم، القطار مزحوم، كل مكان فيه ناس، حتى المطار مزحوم بالطائرات، واحيانا يكون فيه تاخير في الاقلاع والهبوط. هذا وسط المدينه الحين، الداون تاون. نحن الحين وصلنا نهايه الشارع فرانسيسكو اي ماديرو. ممكن مشينا تقريبا ساعه في الشارع، طويل جدا جدا. هذا متحف للمروانة، متحف للحشيش. هذا يبيع حاجة اسمها باباس. هلا كم استاذ؟ هلا بيمينيدوس. الناس بشكل عام في المكسيك طيبين ودودين متعاونين، مشاعرهم دافئة وطيبة تجاه بعضهم البعض واتجاه الآخرين، ودائما ما يتبادلون التحية في الصباح والمساء وعند الأكل، ويتبادلون الحديث مع بعضهم البعض والآخرين بشكل ودي. الحياة ماشية والجو حلو والناس ما شاء الله مكثرهم. الحين في المدينة كلها ما شفنا ولا واحدة محجبة، بس لما رحنا المسجد الشارع اللي جنب المسجد والمسجد نفسه، غير كذا الناس كلها طل حريم ورجال طلوا يعني مستغربين، فالموضوع غريب عليهم انهم يشوفوا حرمة لابسة حجاب يعني. خلاص حبيبي عموري صح النوم، صباح الخير. Good morning. Bon matin. الشرطة وسيارات الشرطة وحراس الأمن منتشرين بشكل كبير في كل مكان، وذلك لأن نسبة الجريمة والاختطاف مرتفعة بشكل عام في المكسيك. لذلك من الأفضل السفر والتنقل داخل المكسيك العاصمة وخصوصا الحواري مع شخص من السكان المحليين. وسط الحواري، الحواري الشعبية في مكسيكو سيتي، سوق الخضار البرشومي. في المكسيك الأوراق الخضراء تنباع، تنطبخ، تنحط مع السلطة أو وجبات مختلفة، يزيلوا الشوك منها ويقطعوها ويطبخوها. هذا السوق اللي دخلناه ما شاء الله سوق كبير وفيها الفواكه رخيصة والخضار. 3 كيلو 25 بيسس، وهذا يطربهم. العملة في المكسيك هي المكسيكان بيسوس، 100 بيسوس تساوي حوالي 6 دولار كندي، والغريب ان الصرف في المطار افضل بكثير من الخارج. السوكالو الاسامي صعبة على شوي. هذا المكان يسوي فيه الاحتفالات، بعض الاحتفالات، بعض المناسبات. لو تلاحظون قلبي هناك فيه مسرح، وكذلك في شرفة هناك في الأخير. الشرفة اللي وراي هذا رئيس المكسيكي، يظهر في المناسبات المهمة للدولة ويسوي كلمة والجمهور يتجمع هنا. المساحة كبيرة جدا عشان الجمهور يحضر، ويوم 15 سبتمبر من كل سنة هو يوم مهم للمكسيك لأنه يوم الاستقلال. ففي الغالب يجي الرئيس ويقول لهم فيفا ميكو، لما يقول لهم فيفا ميكو الناس الجمهور دائما هنا يسمعه. فهذه الشرفة تعتبر شرفة مهمة، وهذا المبنى او المباني كلها اللي حواليه هي مباني حكومية. صورة سريعة، 50 بيسوس مكسيكي. الحين وقت الغداء وهذا غدانا، وراتشا دو سواديرو. وعندهم عادي طبعا الناس تاكل باليد، ما في مشكلة، لذيذ رهيب. تشاينا تاون، الصينيين ما شاء الله في كل مكان معهم سوق. هذا وسط مكسيكو سيتي في الداون تاون. بايا ساتس. تم وضع هذه العلامة أو النصب لأول مرة في مارس من عام 2019، والهدف منها هو إيقاف أعمال العنف والاضطهاد ضد النساء في المكسيك. هذا التكاسي حقهم، هذا الباص. نوقف تاكسي، التأشير عندهم كذا بصبعك
عندنا نحن نقول كذا باليد كله اوب اوب. والله تكاسي كثير يا ولد وكلهم مشغولين، شكله شغلة تكاسي ممتازة. احنا حصلنا تاكسي اخيرا، وهذا العداد يبدأ بثمانية بيسس. هذه احياء تعتبر يعني فقيرة، نوعا ما فقيرة مقارنة بالاخرين يعني، لكن الشيء اللي لاحظته شوارع نظيفة، ما في ولا ورقة ولا قمامة ولا اي شيء. المسألة مسألة ثقافة، ممكن تكون فقير لكنك نظيف، بعكس مثلا عندنا الوضع في اليمن تلاقي الأوراق والأكياس والزبائن مرمية في كل مكان، وعلب البيبسي والمشروبات الغازية والقوارير وغيرها، كل شيء مرمى في الشارع، الواحد يأكل ويرمي يأكل ويرمي. وأصحاب البلدية اللي يشيلون القمايم وينظفون، يعني يشيل اللي يقدر وبعض ما يقدر عليه وبعض يشيل الهواء، والدنيا مرمشلة في بلداننا. أنا اللعب الصح اليوم نجرب التاكل الأصلي، شغالين ما يوقف ما شاء الله، هذا يقطع يقطع الله يعطيه العافية. جرب ونعطيكم النتيجة. حط شوية ليمون، شوية بصل، شوية كزبرة، تركية رطبة اللي عندهم هنا، ويدبلوا تركية ثنتين مع بعض. لذيذ. أوه با 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 با. يا ولد حار سبايسي صح. تورط انا اكلته خلاص، نسيت اني في المكسيك. الحديقه كانها نهار، الحاره هذه مزحومه حيه مره. هذا الويكند بينهم تحدي. بوريتوس تستادس فلاوتس يكمل. هذا الذرة يسموها اللوتة، شيء عجيب والله. هذا خزف ياكلوه، تخيل ياكلوا خزف، انا جنيت والله. هذا جراد، زي عندنا ياكلوا الجراد. خلال إقامتنا وتواجدنا في المكسيك العاصمة لم نرى أو نجد أي محال لبيع المنتجات واللحم الحلال. يوم جديد وما زلنا في المكسيك العاصمة. هذا الحين يبارككم الماء مبارك. خلفي أحد المعالم المهمة في مدينة المكسيك العاصمة، كنيسة غوادالوبي، باسيليكا دي غوادالوبي، موقع مهم جدا ومزار لملايين من الحجاج من الديانة الكاثوليكية يأتون إلى هذا المكان خلال السنة. كما تلاحظون الكثير من الناس ما شاء الله منتشرين في الموقع، فهذا ممكن شيء زي المسجد الحرام عندنا، هذا بس في المكسيك. الديانة الرسمية في المكسيك هي المسيحية الكاثوليكية، وتشكل 83% من عدد السكان. توجد أقليات من ديانات أخرى وتشكل نسب بسيطة من ضمنها اليهودية والإسلام. التقينا بإخواننا في الجالية المسلمة في المكسيك وطرحنا عليهم بعض الأسئلة التي تخص الجالية، سيتم وضعها في فيديو منفصل على القناة، وستجدون الرابط في وصف هذا الفيديو. ميكانا ما شاء الله ما شاء الله، من الصغر تورتية، تورتية طرية كل يوم. الشعب المكسيكي في الغالب يستهلك الكثير من التورتية، يأكل الكثير من البسباس، البصل، الليمون، والكثير من المشروبات الغازية. بالعادة التورتية بالعافية، ملفوفة زي كذا، يأخذ له ملعقة من هذا. وهذه من الإبداعات، هذه الكرشة، شربة الكرشة، ويسمونها بانسيتا. بس تحط له شوية بصل شوية ليمون، شوية ليمون بس، هم يحبوا الحموضة فيحطوا ليمون كثير. الأكل المكسيكي أما حامض أو حار. البسابيس ما شاء الله، البسباس هذا شيء ضروري، كل شيء حار، الماء، الآيس كريم، المشروبات، الأكل كل شيء حار. يحطوا بسباس حتى مع المشروبات، شوف كيف مشروب بارد يحطوا بسباس. يا إله هذا يس. العصير ابو بسباس هذا ايش اسمه توقعون؟ اسمه شيطان، مو شيطان بس، شيطان صغير، ديابليتو، عشان اللون العجيب هذا لانه زي جهنم. الله يستر. معروفين شعب يحب الليمون والفلفل، ليمون ليمون، البسباس ليمون،
ليمون. شوفوا لاحظت حاجة على المنتجات، أغلب المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية هذه العلامة، مليء بالسعرات الحرارية، مليء بالسكر، مليء بالصوديوم. بعضها يكون بس مثلا مليء بالسكر، مليء بالسعرات الحرارية، مثل هذا يقول لك مليء بالدهون المشبعة. مرجاحة الحلوة. شوفوا كيف هذا الشعور، دامنا مروقين ومتمرجحين. خلونا نقولكم شوية معلومات على المكسيك، في حاجات لا تستغربها في المكسيك. طيب مثلا زي ايش؟ اول حاجة لا تستغرب، الصباح ممكن تصحى على اصوات، في اصوات روتينية لازم تتعود عليها. هذا صاحب القمامة، هذا أكثر صوت أزعجني، يجيك واحد يقول لك جوز، هذا يبيع غاز، هذا صاحب الغاز يزعج أمنا كل صباح. أين بيزعج؟ غاز 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 يزعج. يجيك واحد آخر الليل الحين بتنام يصحيك، يبيع خبز. اياك واحد ترر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 ر
مرت القمامة، جاك واحد سيارة حق الخردة تأخذ أي شيء قليل، ولها نغمة معينة بنحطكم نغمة سجلتها. قليل ها تروق شوية مرت مدري إيش هذا، قالوا هذا تطعيم حق الأطفال. طيب خلصنا. الله يبيع حليب، سبحان الله كأنه في مصيبة. طيب خلصنا. طيب خلصنا. هذا آيس كريم. طيب خلصنا. جزعاج، هذا المطعم الجديد اللي فتح ما شاء الله، طرب طرب للحارة كلها. يعني عندهم كذا العادة، لما يفتح مطعم جديد يجيب له سماعات كبيرة، سماعات حق حفلات، وشغل ميوزك، فالناس تعرف انه في شيء هنا، شيء يحدث. ازعج امنا يا رجال، من الصبح والحين قريب المغرب، صوت عالي قوي 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 بشكل ما تتخيل. هذا ونحن بعيد، كيف الناس اللي قريب منهم جيرانهم اللي عنده مريض، ولد صغير، حد بينام، حد بيصحى، الله يعين، بس العادة السيئة. طيب خلصنا. طيب خلصنا. طيب خلصنا. هذا نوع جديد من الإزعاج. المهم صارت لي قصة أنا مع الأصوات هذا. رحنا الجمعة قبل ما ندخل المسجد فيها أصوات زي المكبرات، المهم أنا جالس أسجل إلا وزوجتي تدعينا، تعال إيش فيه؟ أنا قلت إيش فيه، هذا يبيعون حاجة وتبغى تشتري، ولا تبغى نشوف، ولا سيارة تبيع شيء بتمر، لأنه متعود أنا في أي صوت في حاجة حد يبيع شيء ولا في شيء. هذا مسجد الحكمة. اوه هذا فيها زلزال. المهم ايش طلع، هذا طلع زلزال. وهي مرموجة وخايفة، وتعال وزلزال، تقول لي زلزال، ولا روح ايش يبيعون، ايش شيء، ايش في هذا حق، ايش صوت هذا، قالت هذا مكبرات، هذا انذار في زلزال. لكن الحمد لله كان الزلزال درجته خفيفه جدا وما حسينا بشيء. فهذه من كثر الاصوات، في اصوات هذه لازم تتعود عليها يوميه، تصحيك من النوم، قد تصحيك الصباح، ممكن تصحيك الليل اذا نمت بدري، فلازم تتعود عليها عشان ما تصحى خلاص. ها سنجوب سنجوب سنجوب، والله هذا طيب، تقرب منه، سنجوب مكسيكي هذا، شوف وجهه كيف، سنجوب 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 سنجوب.
البسوس المسكينة هذا جات تصيح ماو ماو، أعطناها تونة والحين تأكل التونة ما شاء الله جعانة. هوريتوس الأكل المكسيكي صراحة عجبني صراحة، حاجة ممتازة. شيلاكيلس كون كوتيا هذا المشروب تراديشنال المكسيك، ماء الرز مع حليب وشوية قرفة، وطبعا في الباك جراوند تسمعون ميوزك. الميوزك هذه في كل مكان تروح لازم ميوزك. هذا هو أبو بكر سالم المكسيك، مشهور جدا في المكسيك وتوفي قبل فترة، اسمه فيسانتي فرنانديز. هذا الباص ابو طابقين بناخذكم لفه، يقول لك انتبه على محفظتك وجيبك، انتبه لاغراضك. زهرة عباد الشمس أبوليتا هي الجدة في المكسيك، أو اللغة الإسبانية أبوليتا هي الجدة، فهذه هدية لها. لاحظت أن الشعب المكسيكي يهتم كثيرا بالتشجير، يحبوا التشجير، حتى الطبقات الفقيرة والمتوسطة تلاقي في شوارعهم في بيوتهم كذلك أنواع عديدة من الأشجار والورود والزهور. والله هذا المكان ممتع جدا، لا ماركيسا. إذا تحب تطلع من جو المدينة، العاصمة المكسيك معروفة زحمة، زحمة ناس، زحمة سيارات، زحمة أصوات وزعاج وكل شيء. إذا تحب شوية تبعد تطلع لك مشوار ساعة، ساعة ونص شوية خارج المدينة، ومنها تمر على البزنس ديستريكت، هذا تعتبر حاجة زي دبي بالنسبة للمكسيك. هذه دبي المكسيك سانتا في، وبعدها تطلع شوية تجي للمكان الحلو هذا. المكان الحلو هذا ما شاء الله الطبيعة جدا ممتازة، رائحة الحطب والطبيخ، وفيه أكل كمان حلو، ممكن تسمع الميوزك. الميوزك هذا جزء لا يتجزأ من الثقافة المكسيكية، فتلاقيه في أي مكان حتى الأماكن الهادية. لكن فيه كمان ركوب الخيل، الأحصنة موجودة ممكن تركب الخيل. ممكن تجلس في مكان زي هذا تستمتع، الناس ما شاء الله جالسة في الأماكن هذا. والله المكان جميل جميل. هذا اللبس التراديشنال الحين بناخذ منه للأطفال. ها عموري عجبك؟ حلو؟ تلاقيها في كل مكان في المكسيك. هو أخف من السمسم ومدور شوية، لكنه مخلط مع بعض المكسرات. لاحظت أنهم يحبوا المكسرات. هذه مصنوعة من الخزف، مكسيكية تقليدية. هذا تطبخ فيه 80 مكسيكان بيسوس، يعني 4 دولار. معلومة على السريع، الحمامات في كل مكان لازم بدفع 5 مكسيكان بيسوس. هذا المتحف واحد من أهم المتاحف في العالم بالنسبة للعمارة، معماري فرناندو روميرو. اقتربنا أكثر من العمارة عشان نشوف السطح نفسه، صراحة شيء فريد من نوعه. واو، هنا تكمن عظمة العمارة. هو في الأصل مستوحى من خلايا النحل. لما كنت أدرس معماري درسنا على المتحف هذا، وصراحة لما تقف بجنبه الشعور أعظم من أنك تشوفه فقط في صورة. صفائح من ستيل مقطعة على شكل خلايا النحل ومرتبة بشكل صراحة رهيب. ربي منح الإنسان إبداع، تحفة معمارية بمعنى الكلمة. هذا كاسدية مع جبن ومشروم بامباسو دوفايو. والله البامباسو هذا عجبني صراحة، يمكن واحد من الوجبات المفضلة، الوجبات المكسيكية، لأن الخبز خبز ناعم كذا سوفت، وداخله طبيخ الدجاج مع الأشياء هذا الباقية. يا سلام.
بوسكيد سان خوان دراغون. الحديقة اللي أنا فيها الحين كبيرة جدا، تغطي مساحة 162 هكتار، يزورها حوالي 3.5 مليون زائر كل سنة. تتوقعوا إيش هذا؟ هذا لحم الحصان بخوه بطريقة تراديشنال معروفة كذا معينة، يطلع بهذا الشكل. زعقة زعقة الفصفص، أنواع، في نوع سمين ونوع نحيف. جراسس. أوه يا سلام. راسبادوس لذيذ جدا، مو على شكله، ممكن شكله حلو بس طعمه. اسمه راسبادوس، جربوه إذا جيتوا المكسيك. فيها منه نكهات مختلفة، أنا أخذت هذا. هذا ما هو برتقال، والله ما أدري، زي التطلي بس طعمه حلو والله. يا سلام. هذه هي أهرامات تيوتيواكان. إذا جيت للعاصمة المكسيك لازم تزور أهرامات تيوتيواكان. تعبت عشان أتعلم الاسم ذا تيوتيواكان. هذا المكان هو أحد أنقاض ومعالم حضارة المايا. حضارة المايا مشهورة في المكسيك. طبعا أكثر شيء تبقى منها هو الأهرامات. هذا الأهرام في الخلف هو أهرام الشمس or pyramids of the sun. وفي واحد في الجهة المقابلة بوريكم الحين هو أهرامات القمر pyramids of the moon. كما تلاحظون ما شاء الله الناس كثير، زوار بشكل خيالي ما شاء الله، رغم أن الشمس واليوم صحو، السماء صافية ما في سحاب، لكن زوار كثير. وهذا يبين أهمية المكان. هي مدينة كاملة تمتد إلى عدة كيلومترات. المدينة اكتشفت لأول مرة 400 سنة قبل الميلاد، لكن هي تاريخها أقدم من ذلك، وتغطي مساحة كبيرة جدا في المكان هذا. وهذا ما تبقى منها الأهرامات وحواليها بعض الأنقاض. هذا هو Pyramids of the Moon، أهرامات القمر. المدينة أحد معالم اليونسكو، مسجلة في اليونسكو كأحد المعالم الأثرية المهمة. اسم المدينة هو City of the Gods، يعني مدينة الآلهة. هذا الأحجار أو الحصى، ما أدري هل هذا الأسمنت قديم أو لا، ما أدري، لكن المكان فسيح. غير الأهرامات في هذا في الجوانب نص هرم، وكله مبني بطريقة متساوية عجيبة صراحة، ففي هندسة عجيبة كانت موجودة في العصور الماضية. هو بالإمكان أننا نطلع نتسلق البيراميد ونوريكم الفيو من فوق، لكن اليوم الدرج مغلق، ممكن تمشي بس تحت. ليش؟ معروف سبب البانديميك COVID-19، لكن شيء عجيب، الناس تختلط بشكل كبير هنا تحت بالآلاف أو بالمئات، بس مقفلين الدرج اللي يطلع البيراميد. طبعا هذا من الداخل تم ترميمه عشان بس يورون الناس يعني كيف كانت الغرف مبنية من قبل، كيف كان الجدران مطلية أو مليسة، السقف كذلك يوريك كيف كان السقف. هذه الطبقات المختلفة اللي كانت في الأصل على أساس. قاموا بترميم المكان لكن سألناهم قالوا استخدمنا نفس المواد السابقة، حتى الخشب هذا هو الخشب الأصلي بس عادوا ترتيبه، يعني اللون الأحمر مع النقوش هذا هو جزء من التلال الأصلي، وهذه بعض النقوش كذلك وعيد ترميمها. المكان اللي خلفي اسمه لا كافيرنا، هو مطعم، المطعم زي الكهف تحت الأرض. كنا بندخل لكن الأسعار شوية غالية، قلنا ما هي مشكلة يعني تجربة حلوة. لكن الشيء الثاني إنه أغلبه خنزير في القائمة، أغلبه بورك. قلنا طيب نغير فيها، مسوي كاستمايز أو موديفيكيشن، ما رضي فما دخلنا. لكن لو واحد بيجي كذا بس بيشرب حاجة ويجرب حاجة ممتازة. حديقة الحيوان مجانا. هذا القطار الكتكوت ياخذك حوالي الحديقة 40 مكسيكان بيسوس كل شخص، وياخذ حوالي نص ساعة 25 دقيقة. عمري كيف القطار تحرك القطار، الله الله الله. اشرح لك كل شيء تمر عليه تشوفه. cuando está criando no deja ni que se acerque el papá de la cría cuando dejan de caer los monzones. الصبار هذا كبير. Gracias.
صراحة تنظيم المكان رهيب صراحة، تنظيم والترتيب مرة حلو. مكان حلو ومريح للعائلة كمان، حلو تطلع تتمشى. ما شاء الله العربة مشيت كثير، ما أدري كم كيلومتر للحين. هذه خلاصة شهر كامل في المكسيك، كانت رحلة ممتعة ورائعة. إذا عجبكم الفيديو تكرموا بدعم القناة، حقق الله أمانيكم وبلغكم مرادكم، وتابعونا في رحلاتنا القادمة.